حظوظ السيد الكاظمي تكاد تكون منعدمة. حظوظ السيد علاوي أعتقد أيضا يعني ليست بالمستوى الذي يعني طرحت فيه بالشارع، لأنه أنا شخصيا اتصلت بالسيد علاوي قبل يومين وتحدثت معه في هذه المسألة، وقال لي أنه هذه القضية بعيدة، ولحد هذه اللحظة لم تكن يعني العملية جدية، فقط مجرد طرح اسم، يعني لم يتصلوا بالسيد علاوي ولم تكن هناك أي إشارات بأنه هو سيستلم، بالإضافة إلى أنه هناك تجربة سابقة للسيد علاوي في هذا المجال. أما ما يخص سيد حيدر العبادي، أعتقد أنه كان طرح السيد يعني طرح اسم السيد العبادي كان في البداية على أن يكون هو تقريبا اسم توافقي يرتضيه الجميع، باعتبار أنه هو ينتمي إلى الإطار من جهة، ومقبول من الأكراد والسنة من جهة أخرى، وكذلك لا اعتراض عليه من قبل التيار. يعني هذه هي المعادلة، معادلة السيد العبادي. لكن أيضا أنا أعتقد الثلاثة ليس لهم حظوظ كبيرة، ليس لهم حظوظ كبيرة، لربما سنفاجأ باسم جديد. يعني مطروحة كثير من الأسماء، هم مطروحت 5 أسماء في الحقيقة في الأروقة السياسية الشيعية، لكن لحد هذه اللحظة لم يتوافقوا، والدليل على أنه لم يتوافقوا تأجيل يعني الاجتماعات، ولربما اليوم كان هناك اجتماع بين التحالف الكردستاني وبين الإطار في بغداد لبحث آخر ما توصلون إليه. هي قضية مهمة جدا يجب أنه نلتفت لها، أنه لحد الآن الإطار لم يحسم أمره، والتيار لم يحسم أمره، والكتلة الأكبر لم تتشكل، وبالتالي لربما هناك أسماء يعني غير مطروحة لكنها ذات حظوظ قوية كما يتحدث به البعض. حقيقة يعني أنا كمتابع للشأن السياسي لا أريد صدري ينقحا، ولا أريد أن يكون يعني شيعي قح. أنا أعتقد أنه العملية يجب يعني ما يتمتع به الرئاسات الثلاث، سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء، هؤلاء الثلاثة حقيقة يجب أن يتخلون عن هوياتهم الفرعية ويذهبوا إلى الهوية الأساسية، الهوية الأم، الهوية العراقية. عندما يتسلم رئيس الوزراء منصب رئاسة الوزراء عليه أن يتخلى عن شيعيته في الدائرة العامة، في الدائرة الوطنية العامة، ويجعلها فقط في الدائرة الخاصة، وكذلك السنة وكذلك الأكراد. اليوم نحتاج إلى عراقي يتحسس ألام العراقيين، يتحسس معاناتهم، يتحسس ما يريدون. اليوم الشارع حقيقة تغيرت معادلته بشكل كبير جدا. أنت لا تنسى اليوم يعني تشكيل الحكومة لربما في هذه الدورة يختلف تماما عن الدورات السابقة، وهو أنه أضافت عنصر جديد وهو عنصر التظاهرات، عنصر التشرين. يعني اليوم عندنا 40 نائب مستقل، 40 نائب هؤلاء ينتمون إلى حركة تشرين، وبالتالي هي حركة شارع. فعلينا حقيقة إن أرادوا أن يصلحوا أو أن يستفيدوا من درس الماضي، عليهم حقيقة أن ينظروا إلى هؤلاء كيف يتحركون، ماذا يريدون، لأنه أكيد 40 نائب يعني معاهم إحنا لو نحسب كل نائب 100,000، بمعنى إحنا عندنا يعني عدد كبير جدا من الناس اللي انتخبوا هؤلاء، وبالتالي هؤلاء ممكن أن يعني يستطيعون النواب المستقلون وكذلك نواب تشرين بأن يغيروا المعادلة، يغير المعادلة، يقلب المعادلة، فيما إذا طبعا يعني كان أدائهم بالمستوى الذي يرتضيه الشارع. اليوم رأينا حقيقة حالات كرنفالية، هذه الحالات كرنفالية باعتقادي أن هذه الحالات هي عبارة عن شو سياسي، أن تأتي بالتوك توك أو تروح بالكفن أو تروح بسيارة تاهو، هذه قضية لا تهم الشارع في الحقيقة. ما يهم الشارع أنه أدائك السياسي شلون يكون أدائك. إحنا لا نطلب من النواب الجدد أكثر مما أن يكونوا وطنيين، أن يكونوا عراقيين، أن يكونوا طبعا إحنا ما نريدهم يتخلون عن رواتبهم وعن امتيازاتهم وعن كذا، من حقهم، هذا شيء من حق كل نائب، لكن نحن نحتاج إلى نواب يتحسسون نبض الشارع وآلام الإنسان العراقي اللي يعاني صار له سنين. هذا هو ما يريد العراقي لا أكثر ولا أقل.